أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. عندما كشف أكبر مسؤول في دائرة نتنياهو لسان آن بأن هدف طوفان الأقصى الوصول إلى قاعدة حتسريم الجوية وهنا لتبرير الهجوم الأمريكي على غزة، وأن الأمر كان يستدعي مباشرة والبروتوكول الذي هو ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول هذه القاعدة، فإن الهدف كان هو الوصول إلى هذه القاعدة لتبرير الهجوم الأمريكي اليوم، وكون أمريكا حالياً في نفس صف إسرائيل ليس من حيث المواطنين القتلى فقط من الأمريكيين، وإنما أيضا نتيجة الرهائن وتحرير الرهائن، وهذه مهمة أمريكية إسرائيلية الآن حضر من أجلها رانجرز الأمريكي والقوات الخاصة. وهنا هذه العبارة التي تؤكد أن جنودا انطلقوا من ألكسندروبوليس وباتجاه إسرائيل. الأمر لا يتعلق بضباط ولا أيضا بالتخطيط والتنسيق إلى آخر، إنما بالجنود على الأرض. هذه الإشارة فقط رغم أن إسرائيل حاولت أن تجعل من 360 ألف الوصول إلى حوالي نصف مليون بين كل من الجيش وقوات الاحتياط وكل هذا من أجل تمرير مشاركة أمريكية أمام الأعداء. فإسرائيل لا تحتاج، الجنود الأمريكيون يشاركون من أول دقيقة في الرد على ما كان في الطوفان. إذن المسألة هنا منتهية، وهناك عسكريون أمريكيون أيضا صفوا ضمن هذه العملية. كانت الإشارة مباشرة إلى أن قسم التنسيق عموما كانت قسم تنسيق أمريكي إسرائيلي للإشارة فقط، لهذا فالذين قتلوا هم جنود أمريكيون للإشارة فقط. على أي الآن فيه تطور رئيس بحضور الجنود الأمريكيين، حضور القوات الخاصة، والهدف ماذا؟ الهدف إعادة حماس إلى ما قبل 20 سنة، هكذا بالحرف القرار هو بهذا الشكل، عودة أو إعادة هذا التنظيم إلى ما قبل 20 سنة. إذن هذا هو الهدف، كما كان الهدف في نظرهم عند قادة الطوفان الوصول إلى قاعدة حتسريم. إذن العملية هنا عملية مدروسة إلى أبعد حد والأهداف واضحة، لكن الأمر الذي نرى فيه تقارير استخبارية وأهم ما رآه واعترضه الأمريكيون الآن صواريخ طوفان، ولهذا سميت العملية اليوم بطوفان. الآن مفتاح هذه التسمية، لماذا طوفان وليس اسما آخر؟ طوفان مشاركة لصواريخ طوفان الإيرانية، هذا هو الذي يعتقده الأمريكي اليوم، وأن هذه الصواريخ إلى حدود هذه اللحظة لم تستخدم بعد. ولذلك فإن حركة الإسرائيليين والأمريكيين معتبرة، وهم يأخذون حذرهم بشكل كبير لسبب واحد هو هذا الصاروخ. ومعلوم أن النسخة الإيرانية من بي جي أم 71 طاو اليوم فيه نسخة أخرى، لكن المهم أو ما يسمى بطوفان 2M T2M، هكذا تنشر جميع المواقع المتخصصة للاستخبارات. الأمر لا يتعلق بوسائل الإعلام، إنما كل ما يتعلق بالمخابرات الأمريكية لديها تأكيدات لتطوير نسخة عن النسخة الأولى في 2006 لطاو، ومعها 7 تعديلات. التعديلات ما هي؟ اختراق ب 900 ملم في الدروع، 3850 متر كحد أقصى، 100 متر كحد أدنى، وزن الرأس الحربي 21 كيلوغرام، وبميكانيزمين، الأول للاختراق والثاني للتفجير، والشحنة من طندامات، وطول
الصاروخ 117 سنتيمتر، والقطر في حدود 15.3 سنتيمتر. هذا معناه أننا نتحدث عن هذا الصاروخ. هذا الصاروخ هو الذي خلق إلى الآن الكابوس الحقيقي لإسرائيل بتجميع كل ما لديها. وأيضا بالنسبة لذخائر يمكن أن تصيب في أي موقع مثل هذه الصواريخ ومواقعها. إلى الآن الذخيرة المتفوقة، الذخيرة التي تريد أن تضرب بشكل مباشر هذه الصواريخ. هذه الصواريخ أين؟ في مواقع. الآن الطوفان زائد الأسرى في أماكن يحمي فيها الأسرى هذه الصواريخ، وفي ما سمي بالقطار. هذه الأماكن تحت أرضية للمقاومة هي التي يشترك فيها الآن كل من الرهائن، وأيضا هذه الصواريخ التي طورت عن النسخة الأولى وبشكل واسع كما ذكر. وبالتالي فإن الخوف كله الآن من عملية برية لإزالة السلاح. هنا نطرح سؤال مباشر: إن نجحت العملية بنزع سلاح حماس، سيكون هناك نزع بشكل واضح وبنفس الطريقة لحزب الله. الأمر الآن إن دخل اللبنانيون الآن، فإن مسألة حماية سلاح حزب الله متوقعة. لكن إن جردت حماس أو إن نزع سلاح حماس، فإن نفس العملية ستحدث في لبنان. والمسألة هنا: هل أمريكا وإسرائيل قد تقودان معا وفي نفس الوقت وبشكل متزامن قضية نزع السلاح هنا وهناك؟ هذا الذي يقول الأمريكي لا تفعلونه. ولكن على العموم فإن مسألة نزع السلاح إما أن يكون متزامنا أو سيكون بمرحلة أولى ثم مرحلة ثانية. لأن مسألة نيميتس، وهذه معلومة خطيرة وشديدة الأهمية، نيميتس من الآن لن تخرج من شرق المتوسط ولمدة 8 أشهر، يعني الحد الأقصى لنزع سلاح حزب الله في حدود 8 أشهر. المسألة منتهية، وسيعود الحزب الديمقراطي بحربه مع إسرائيل. وجدها فرصة ذهبية، لأن لا أحد سيناقش الآن حرب أوكرانيا والخلاف ما بين الجمهوري والديمقراطي بخصوص هذه الحرب، خصوصا بالنسبة لترامب. فترامب والجمهوريين والكل مع هذه الفرصة الذهبية لعودة الحزب الديمقراطي إلى الحكم مرة أخرى، لأن هذه الحرب قد لا تمرر فقط حرب أوكرانيا والكل سيسكت عنها، إنما أيضا ستعطي للديمقراطيين مرة أخرى الرئاسة. إذن العملية هنا عملية دقيقة جدا، وقبل الانتخابات سيكون سلاح حزب الله جزء من الصفقة الإقليمية بنزعه ما بعد حماس. هذا هو التطور الاستثنائي الذي يجب الانتباه إليه، وأن مسألة حضور الذخيرة المتفوقة بالأساس مواجهة لضرب مخازن ومستودعات طوفان. ويعلم الجميع الآن وعبر الاستخبارات الأمريكية العاملة على الأرض بجنودها وبكل قدراتها، كل قدرات أمريكا اليوم هناك، وهي ترغب في محاولة عزل الأسرى عن هذه الصواريخ وعن مستودعات هذه الصواريخ. وبالتالي فإن الوضعية اليوم وضعية مأزومة للغاية، حيث هناك جنرالات كما تأكد في قلب معادلة. وبالتالي فإن الأسرى الآن خصوصا بالنسبة لأمريكيين هذا يعني الكثير، ولا بد من تحريرهم. وهذه عملية أمريكية إسرائيلية من أجل تحرير ما سمي بالرهائن أو الأسرى أيا كانت التسمية. فالأهم من كل هذا هو صاروخ طوفان الذي أتى الأمريكيون بكل ذخائرهم من أجل ضرب مستودعات طوفان،
ولا حل لتأمين طوفان إلا بقصف طوفان وقصف الأسرى، وهذا الذي الآن أفتى به الحاخامات، ويريد الأمريكي تقليل الخسائر لا أكثر ولا أقل في صفوف هؤلاء أمام عمليات خاصة ستنجز في حدود 48 ساعة. ستبدأ العملية في طورها التمهيدي، وربما نتيجة الميدان سنرى هل يمكن أن ينتقل الجميع إلى المرحلة الأولى مباشرة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.